عسلامة ومرحبا بكم. لي جو دو ميموزا والا بيض الميموزا سلطة الحقيقة والا من مقبلات الرمضانية مزيانة برشا نقدمها لكم اليوم على طريقتي. ما تنساونيش من لايك والبارتاج. خذيتوني البيض نتاعي سلقته والا طيبته باش نقشره بطبيعة الحال ونقسم على اثنين هكا كل كعبة نقسمها على اثنين ونحي الاصفر في السلاجي نتاعي. توا باش نحضروا الكريمة مزيانة برشا. اكيد بتات فما طرق اخرى معناها والا معناها تحضر بها، لكن انا ذي طريقتي ناجحة ومزيانة برشا وبنينة الاهم. دونك حديت الاصفر نتاعي، حديت رشه ملح، عصره قارص، نعناع شايح، تنجموا تحطوا فلفل اكحل، تنجموا تحطوا ثوم بودره كان تحبوا. انا جوست هذوما هما الحاجات اللي نحب نحطها، موطارد زاده كيف كيف، طن والفرماج تارتيني. باش نخلط بالباهي 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 المكونات نتاعي معناها لين يوليو كيما الكريم ونحطهم في البوش نتاعي. وباش نبدا يعني نعمر الكعبات نتاع البيض نتاعي. هذه طريقتي. بالنسبه اللي ما عندهمش بوش مش مشكل، تنجموا تعملوا هكا بالمغرفه وتحطوا بعد الزينه كيف ما تحبوا نتوما. تنجموا تزينوا لي زو دو ميموزا نتاعكم، مقبلات رمضانيه مزيانه برشا والا زيدا بيض الميموزا حاجه ابنينا برشا، نلقاوها في برشا مطاعم زيدا. دونك بوكا با اليوم نحضروها مع بعضنا. هذه تقريبا ثاني مره حضرتها معاكم في بث مباشر، ولكن المره هذه حبيت نحطها في فيديو هكا يقعد للناس اللي ما شافوش الوصفات الاخرى. هذه طريقتي في التقديم، حاجه بنينه برشا وسهله ما تاخذش منها برشا وقت الحقيقه، خفلف وخاصه المنظر مزيان برشا والبنه زادة كيف كيف مضمونه مع اموله. ما تنساونيش الناس الكل من لايك والبارتاج مهمين برشا في لي فيديو. ان شاء الله تعجبكم هاكا اون ايدي ليكم نتوما على الطاوله نتاعكم. ربي يفضلكم الناس الكل. شكرا لمحبتكم، شكرا لتعليقاتكم الحلوه اللي توصلني، ديما شجعوني وانا ديما معاكم بقدره ربي بالوصفات السهله والبنينه والمهيش مكلفه زادة سورتو. نحبكم برشا في امان الله. ما تنساوش لايك وبارتاج. ربي يفضلكم الناس الكل وشكرا لمحبتكم. بسلامه.